السيرة الخضراء المضفرة للحديث عن قضية الصحراء المغربية. بالنسبة لهذا اللقاء هذا اللي كتشوفوه كتشوفوا حاضر فيه ناس مختلفة كيف أساتذة دكاترة الناشئة ديت لي إن شاء الله ديال الجيل ديال المستقبل ديال المغربي إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لهاد الندوة هذه اللي درنا حنايا حنا فيما يخص القضية الوطنية، حنا كمنظمة للدفاع عن الوحدة الوطنية برمتها ارتأينا باش نقوموا بهذا العمل من أجل تصحيح ووضع المسائل في نصابها ووضع السكة في المسائل ديالها بالنسبة للناشئة ديالتنا، لأنه لجيت لاحظتوا بأنه إلا طلعت هذه الناشئة ما عندها باش تدافع، مناهج دراسية ما عندناش فيها حاجة تتكلم على المسائل ديال البلاد، كيفاش البلاد أش كانت قبل وفين ولات الآن، وفي هذا الصدد حنا إن شاء الله بإذن الله غادي نخرجوا بتوصيات اللي غادي نوجهوها للجهات المسؤولة الجهات العليا المسؤولة باش تاخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، لأنها تعتبر خطيرة. أخطر ما يكون وهو أنه يكون عندك واحد الجيل ما عرف حتى التاريخ ديال بلاده، فيما يخص في الدفاع عن في الندوات الدولية أو المحاضرات الدولية كما حنا كنواجهوا دروك حنا تنتلقاو هذوك عندهم معطيات، وفي هذا الإطار تنطلبوا من الجهات المختصة باش تكشف لنا الأوراق باش نلقاو حتى حنا فين كنمشيو كنصيفطوا الناس ديالنا اللي كيدافعوا القضية الوطنية خارج أرض الوطن باش يكون عندهم معطيات كاملة ووثائق ثابتة. كنلتأبوا اليوم هنا في هذه الندوة الوطنية من أجل تسليط الضوء على واحد النقطة مهمة اللي هي يعني عدم تواجد القضية الوطنية يعني بشكل كبير في المناهج الدراسية، وهذه مسألة التي يجب تداركها يعني في الرأي ديالنا المتواضع في المنظمة المغربية للوحدة الوطنية. إذا كنحاولوا نخرجوا من هذه الندوة يعني بتوصيات يعني في اتجاه أننا نعززوا الحضور ديال القضية الوطنية قضية الصحراء المغربية في المناهج التعليمية، يعني تحديات كبيرة اللي كتواجه هذا الجيل هذا، وخصو يكون يعني متمكن من آليات الترافع باش يدافع على الوطن ديالو، وما نكتفيوش يعني بالمعرفة الفولكلورية لقضية الصحراء وبأننا يعني استرجعنا الصحراء بتنظيم المسيرة الخضراء، وبما أنه يعني هذا الشيء هو السائد في المناهج التعليمية حنا بغينا نغيروا هذه الفكرة، وكنتمنوا أننا نقدوا من خلال هذه الندوة نساهموا ولو بشكل بسيط في تغيير هذا يعني هذا الشكل او هذا النوع من التقصير. كمجلس مقاطعة كليز تنحتفلوا بهذا العيد، وقلنا نديروا هذه الندوة هذه باش نقولوا لولادنا ونقولوا للاجيال القادمة بانه حنا الصحراء المغربية، وبين هذه الندوة هذه دايرينها باش تولي تقرب في المدارس باش الاطفال ديالنا اللي جايين والاجيال باش هادشي يبقى موروث، لانه الصحراء ديالتنا مغربية وغادي تبقى مغربية ابا عن يعني جد ابا من ابا وكره من كره. حنا غادي نديروا هاد الندوة وغادي نخرجوا بحصيلة وغادي نديروا ملتمس باش هاد الشيء، لأنه هاد الشيء راه تقريبا مقاطعة كليز إلا ما خفت نكذبش غادي تكون هي المقاطعة المجلس اللي في المغرب دار هاد البديلة هادي، وبينها تكون من عندنا من مراكش باش تولي تقرر على المستوى الوطني باش هاد الموروث يبقى أبن عن جد، باش الأولاد ولادنا ونموتوا ويبقى ديما تطهر لنا أرضنا وعاش الملك.